المجلس الوطني للأمن يدرس الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة، ووزير الدفاع لا يستبعد التمديد في حالة الطوارئ. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشكك في مضمون تقرير دائرة المحاسبات واستقلاليتها، والدائرة تعتبر قرارها مستقلا. تونس تسترجع من إسبانيا يخطا على ملك بلحسن طرابلسي، وتقديرات ببلوغ ثمنه بين 4 و5 مليون دولار. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. مثل الوضع الأمني العام في البلاد ومزيد دعم التنسيق بين مختلف الوزارات من أجل معالجة أنجع لظاهرة العنف في تونس مثلت أهم المسائل التي تطرقت إليها أعمال الجلسة الثانية للمجلس الوطني للأمن التي انعقدت صباح اليوم بقصر قرطاج. الجلسة أشرف عليها الرؤساء الثلاثة بحضور كل من وزراء الدفاع الوطني والداخلية والعدل والشؤون الدينية والمالية ورئيس أركان الجيوش والمديرين العامين للأمن. هذا الاجتماع الذي استغرق أكثر من 3 ساعات أكد فيه الجميع حسب البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية على أهمية مراقبة حدود البلاد وتأمينها عبر التنسيق مع الدول الشقيقة ووضع حد لظاهرة التهريب التي باتت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. كما تناول الاجتماع تحسين التنسيق بين الجيش والأمن والحرس والديوانة والمسائل المتعلقة بالتجهيز. تدارسنا الخطط الأمنية الواجب اتباعها في الأيام القادمة، واتفقنا على تطبيق القانون بصرامة دون المساس بحقوق الإنسان. كل من المتداخلين يشاور ويتشاور مع الآخرين قصد اتخاذ المواقف الموحدة لمواجهة هذه الظاهرة التي تسعى إلى ضرب أسس الدولة وإلى تعطيل أو إجهاض المسار الديمقراطي الذي نعيشه الآن. وقعت اختيارات أمنية بطبيعة الحال تحترم فيها كرامات الناس، ولكن مع ذلك يكون حازمه وصارمة إذا كان ألزم الأمر، لأن المسألة هذه لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، سواء في مخصوص المساجد، في مخصوص كان معنا وزير الشؤون الدينية، سواء فيما يتعلق بمعناها الأمن في الطرقات، سواء فيما يخص الأمن في المؤسسات. وضعية المساجد الخارج عن أشراف الدولة كانت محورا أساسيا في هذا الاجتماع، بعد أن ثبت أن الخطاب الذي يخرج من هذه المساجد له علاقة مباشرة ببعض مظاهر العنف التي تسجل هنا وهناك. الوزارة هي الآن تشرف على كل المساجد، ثم بعض منها مازال فيه حالات انفلات واضطراب، نحن نعمل إن شاء الله على إرجاعها قريبا باستراتيجية شاملة فيها ما هو علمي، فيها ما هو حواري، فيها ما هو قانوني وإداري وقضائي. الاجتماع درس أيضا إمكانية الاستمرار في حالة الطوارئ نظرا لما يقتضيه الوضع حسب تأكيدات وزير الدفاع الوطني. حالة الطوارئ التي يتوصل آخر تمديد لها إلى 3 من شهر جوان المقبل. اتخذت اليوم إجراءات أمنية مشددة أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس ومحيطها تحسبا لأي عمل إرهابي، بعد ورود معلومات أمنية عن وجود خطر يهدد سلامة مقر المحكمة الابتدائية بتونس والمتعاملين معها. إجراءات أمنية وقائية صارمة اتخذت قصد تحسين المحكمة الابتدائية بتونس بعد ورود معلومات جدية عن أخطار إرهابية تهدد سلامة مقر المحكمة ومحيطها وسلامة المتعاملين معها، حيث تم منع وقوف جميع السيارات دون استثناء على مستوى شارعي 9 أبريل وباب بنات، كما تمركزت وحدات أمنية أمام مبنى المحكمة ومحيطها. هي تهديدات طالت المحامين والقضاة، كما طالت عدد من الإعلاميين من قبل، واتخذنا في شأنها إجراءات حماية شخصية لهؤلاء المهددين. وزير العدل من جهته استنكر هذه التهديدات الموجهة للقضاة والمحامين على حد سواء، واعتبرها ضربا لسلطة القانون. التهديدات هي موجهة للجميع، موجهة للوطني جميعا، والتهديدات الموجهة للقضاة والمحامين تندرج في هذا الإطار، وتندرج أيضا في ضرب سلطة القانون والترهيب
تهديد للقول أو لمنع الساهرين على تطبيق القانون من أن يسعوا في تطبيقه. الهيئة الوطنية للمحامين أكدت أن السلطات الأمنية أعلمتها بوجود خطر يهدد سلامة مقر المحكمة الابتدائية بتونس، وطلبت منها أخذ الاحتياطات اللازمة وإعلام المحامين وكتبة المحامين والمتقاضين. احنا اللي بلغنا التهديدات هذه صادرة على أطراف أو ما يسمى بجماعات دينية متشددة وتستهدف المحكمة متاع تونس نظرا لرمزيتها، ولأن هي كذلك هي المختصة في النظر في القضايا الإرهابية. إجراءات التحسين تم اتخاذها إثر عرض هذه المعلومات بجلسة عمل انعقدت يوم أمس جمعت مسؤولين قضائيين بمحكمة الاستئناف بتونس والمحكمة الابتدائية بتونس والهيئة الوطنية للمحامين وممثلي السلطة الأمنية. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانا ظهر اليوم بطاقة إيداع بالسجن بحق 12 شخصا من المحسوبين على التيار السلفي ومورطين في أحداث الشغب التي جادت الأحد الفارط بمنطقة التضامن من ولاية أريانا، كما أمر بإطلاق سراح 11 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في نفس الأحداث. وقد تم ترحيل المتهمين الاثني عشر إلى سجن المرنقية في انتظار محاكمتهم وإطلاق سراح البقية. قدمت جمعية القضاة التونسيين في ندوة صحفية عقدتها اليوم قراءتها لباب السلطة القضائية في مشروع الدستور في نسخته الأخيرة الصادرة بتاريخ 22 من شهر أبريل الماضي، وعبرت الجمعية عن موقفها من مسار إنشاء الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ومن الإجراءات الأمنية الجديدة إزاء تهديدات طالت المحاكم والقضاة. قدرت جمعية القضاة التونسيين أن تراجعاً خطيراً جداً سجلته السلطة القضائية وفق نص مشروع الدستور في نسخته الثالثة، إذ صارت في بنائها الجديد مجرد جهاز تابع للسلطة التنفيذية وللسلطة التشريعية. قراءة في التوطئة ثم في فصول الباب الخامس تدلل على كل هذا التراجع حسب عضو المكتب التنفيذي للجمعية أنس الحمادي، ويضيف في الندوة الصحفية أن القضاء كان سلطة مستقلة تسار على إقامة العدل، واليوم مطروح في صيغة فصله عن السلطة. كنا نقول القضاء سلطة مستقلة، أصبحنا نقول أن القضاء مستقل وهو سلطة، أي هناك إبعاد متعمد لوصف السلطة عن الموصوف وهو القضاء، وهذا عنده دلالاته في اللغة ودلالات خطيرة توحي بأن التوجه نحو إعادة بناء القضاء بنفس المفهوم اللي كان موجود في الدستور 59، وأننا ابتعدنا كثيرا عن مفهوم القضاء كسلطة فاعلة بين السلطات في الدولة، وهذا نعتبره انقلاب، حقيقة نعتبره انقلاب من جهة السياسيين اللي خلال حملاتهم الانتخابية الجميع كان يؤكد على أن القضاء سلطة مستقلة. وفي تقييمها لمسار إنشاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قالت رئيسة الجمعية كلثوم كنو إنه رغم شح أعضاء المجلس التأسيسي في عرض المعلومة يمكن اعتبار قبول ترشحات واختيار أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء انتخابات أعضاء هذه الهيئة خطوة مهمة قد قطعت في انتظار خطوات أخرى، لأننا أمام حركة قضائية ستتم في الصائفة المقبلة، وكذلك الهيئة دي عندها دور آخر ليس فقط الحركة القضائية وإنما إبداء مقترحاتها وتصوراتها فيما يتعلق بالإصلاح، وهذا بطبيعة الحال دور معناه ما يقلش أهمية عن دورها فيما يتعلق بالحركة القضائية. وعرج أعضاء الجمعية في الندوة الصحفية على ما قدم تهديدات بتفجير قصر العدالة بتونس العاصمة وسيارات القضاة، وقبلها تهديدات ضد قضاة التحقيق المباشرين لملفات قضايا معينة على غرار ما اتصل منها بالأحداث التي جدت الأحد الماضي بتونس العاصمة. في ندوة صحفية عقدتها اليوم شككت الهيئة العليا للانتخابات السابقة في استقلالية دائرة المحاسبات وأجابت على الملاحظات الواردة في تقريرها، وقد أكد كمال الجندوبي رئيس السابق للهيئة أن دائرة المحاسبات وعند قيامها بالرقابة على العمليات المالية للهيئة لم تأخذ في الاعتبار الطبيعة الوقتية للهيئة وإلزامية تحقيقها لهدف محدد المتمثل في إجراء الانتخابات في ظرف زمني قصير.
هي ندوة صحفية أراد منظموها أن تكون ردا على ما ورد من ملاحظات في تقرير دائرة المحاسبات بخصوص سوء تصرف مالي وإداري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة. التصرف بتاعنا كان تصرف معقول في حدود الظروف المسلحة هذيك بحدود، والناس اللي خدمت في التصرف من زملائنا في الهيئة المركزية في حرصهم الأساسي هو نجاح العملية وحفاظ المال العام، وحافظوا عليه ودافعوا عليه إلى آخر الظروف. في بعض الأحيان تجبرك يعني أنه تقوم أشياء مش بالضرورة في السياق متاع الإجراءات التقليدية. الندوة لم تقتصر على الرد على النقائص المذكورة بالتقرير، بل بلغت حد التشكيك في استقلالية دائرة المحاسبات، وذلك على خلفية تسريب وثيقة غير نهائية للدائرة، والتي تم على إثرها رفع قضية ضد الهيئة واتهمت فيها بالفساد. تحت ضغط رئيس الحكومة والوزراء المستشارين حوله وقع الضغط، بحيث وقع أعطى وثيقة داخلية من الهيئة ومشات لرئيس الحكومة واستورد عليها مش تسرب يعني تسريب، وصلت عليها كل واحدة. فإذا الضغوطات كانت كبيرة وكبيرة جدا، واللي نعيبه مش أنه فما ضغط، اللي نعيبه أنه ما كانش فرصة أنه يتأكد استقلالية دائرة المحاسبات بكل قوة، ولو حتى النص ربما في إشكال. جهاز الناجح ضربوه ومازالوا باش يضربوه، احنا ماناش نستناو في براءة من عند دائرة المحاسبات، احنا نعرفوا شنو اللي عملنا ونعرفوا النقائص اللي عملناها، نعرفوا اللي ما كانش عندنا الوقت ونعرفوا اللي كنا نخدموا باستعجال. التقرير الذي قدمته دائرة المحاسبات أكد كمال الجندوبي خلوه من الصفة القانونية لعدم وروده في الرائد الرسمي للجمهورية. وقد صرح الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد القادر الزغلي بأن دائرة المحاسبات مستقلة ومحايدة، وبأن اتهامها بعدم الاستقلالية مردود على أصحابه حسب تعبيره. هذا التشكيك معناها هو في الحقيقة مردود، ودائرة المحاسبات مستقلة فعلا وقضاتها مستقلين، وهم يرفضون مثل هذه الاتهامات التي ليس لها نتيجة معناها مرجوة. الهدف احنا عندنا بدائرة المحاسبات عندنا مراقبتنا للعملية المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي فرضه علينا القانون، والقانون ليس المرسوم عدد 27 فقط، لأن كنا نجم بالقانون الأساسي متاعنا نراقب هذه الهيئة، ودائرة المحاسبات هي تراقب جميع أموال الدولة. أيام قليلة فقط قبل عرض النسخة الأخيرة من مشروع الدستور على لجنة التنسيق والصياغة لتبرز انقسامات جديدة صلب هذه اللجنة، دفعت بعدد من أعضائها إلى الانسحاب بسبب ما اعتبره تجاوزا للصلاحيات وتراجعا عن التوافقات. تحوير في مضمون الصياغة وتراجع عن نقاط تم التوافق بشأنها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، تبريرات قدمها المنسحبون أمس من أشغال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي. مسألة تتعلق بالحقوق والحريات، وفما مسألة التقييدات لبعض الحقوق والحريات واردة في فصل عام يأتي في آخر الباب، والذي مفاده كيفما وضع أنه يمكن أن يقع التراجع بالقانون عن بعض الحقوق والحريات، وهذا ما وقع التصريح به. وإذا فما أطراف تعتبر اللي هما لأنهم عداوا ما يخص النظام السياسي يتصوروا منا كأحزاب وكنواب اللي احنا باش نبيعوا ونشريوا في الحقوق والحريات، فهذا لا سبيل إليه. مرة أخرى تتهم الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بتجاوز صلاحياتها وبإدخال تنقيحات على النصوص القانونية بعد التوافق بشأنها. وقعت بطريقة معينة قلبين الفصل 104 وولات لجنة الصياغة تشطب تزيد وتنقص على كيفها، وهذا اخطر، ما فيش معناتها غير قانوني غير أخلاقي. استغرب مثل هذا الانتقاد من أعضاء في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، لأنه من ناحية الأعضاء هذوما يطالبون بأنه ثم نتيجة متاع حوار سياسي حصل في البلاد ومتعدش على لجنة تأسيسية، ويطالبوا بأنه يتم إدماجه في النص الدستوري. إذن ثم مضامين يطالبوا بإدراجها في النص،
عن طريق الهيئة المشتركة لتنسيق الصياغة، ومن ناحية أخرى يقول الهيئة المشتركة لتنسيق الصياغة ما عندهاش حق تدخل في المضامين. وفي انتظار تقديم النسخة الأخيرة من مشروع الدستور، تؤكد رئاسة المجلس أن إمكانيات التعديل والتصويب شكلا ومضمونا تبقى وليدة خلال الجلسات العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع الدستور. وصلت لجنة التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي، وصلت اليوم مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية وسط خلاف حول الفصل 32 المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة. ففيما تمسك عدد من النواب بضرورة فتح أعمال الهيئة على الأعلام والمجتمع المدني، تمسك شق آخر بوجوب المحافظة على سرية أعمالها احتراما للمعطيات الشخصية أو الشهادة أو المعلومات الواردة عليها فيما يتعلق بكشف حقيقة الانتهاكات. تم اليوم عرض يخت بالحسن الطرابلسي سهر الرئيس السابق على أنظار الصحفيين بعد استرجاعه من إسبانيا. عملية استرجاع هي الثانية من نوعها بعد يخت قيس بن علي منذ أسابيع. هذا هو اليخت الذي تم استرجاعه مؤخرا من إسبانيا والذي كان على ملك بالحسن الطرابلسي سهر الرئيس السابق. يخت طوله 32 مترا ونصف المتر وعرضه 8 أمتار. محكمة الاستئناف بمدريد قضت بإرجاع هذا اليخت إلى السلطات التونسية رغم محاولات محامو بالحسن الطرابلسي الطعن في القرار. هو قرار صادر عن محكمة إسبانية، وهو قرار أصدره القضاء منذ سنة تقريبا وقد وقع الطعن فيه، لكن محكمة الاستئناف الإسبانية قررت إرجاع اليخت إلى تونس، وهذا يعتبر نصرا للعدالة وللشعب التونسي أيضا. اليخت الذي جلبته البحرية التونسية ليرسو بالقاعدة العسكرية البحرية ببنزرت للصيانة قبل نقله إلى ميناء حلق الواد لم تحدد قيمته بعد في انتظار عرضه على الخبراء، لكن هناك تقديرات أولية. أنا أقول ما بين 4 و5 مليون دولار، يعني هذا الأسعار القاعدة الآن تروج، ما نعرف هذا إلا ما يقع الأخصائيين، ما كنش نتصلوا بالشركة التونسية للملاحة على ستيان، هم عندهم قالوا لي إخوة الخبراء في هذا الموضوع. لجنة الأموال المنهوبة بالخارج اختارت الطريقة القضائية رغم صعوبة الإجراءات لتعقب كل هذه الأموال في أنحاء مختلفة من العالم. عنا حوالي أشياء نلوجوا عليها في سويسرا، وعنا ملف محلول في فرنسا، وعنا ملف محلول في كندا، وعنا سويسرا في الشك، وليبيا أخيرا لقينا دار، يعني ليبيا ملك من واحد من أعضاء الأسرة المالكة السابقة قاعدين تبعوا فيها. وتبلغ عدد الإنابات القضائية الدولية 74 إنابة موزعة على 30 دولة أوروبية وأمريكية وعربية وإفريقية، تتضمن طلبات تعاون دولي من أجل كشف الأموال المهربة وتجميدها واسترجاعها. مع بداية الموسم الصيفي تتكثف الحملات الترويجية للسياحة التونسية، حملات بدأت نتائجها تبرز من خلال الإقبال على تونس كوجهة سياحية محببة، غير أن الأحداث التي شهدتها مدينة القيروان وحي التضامن في الأيام الأخيرة كان لها وقعها على الحجوزات في إيطاليا. وراسلنا بلقاسم بكار بحث في الموضوع. حتى وقت قريب ظلت السوق التونسية واحدة من أهم الوجهات المفضلة للسياح الإيطاليين، أما اليوم فيجمع المختصون على تراجع أرقام الوافدين، حيث لم يتخطى عددهم في العام الماضي 215 ألف سائح فقط. مولدي عدلات صاحب وكالة أسفار وأحد متعهدي الرحلات الذين يسوقون للوجهة التونسية من مدينة روما منذ أكثر من 20 سنة. احنا ترجعنا الدول العامين هذوما الاخرين 50% على السوق الايطاليه، واللي هي الاسواق السياحيه اذا تراجع 10% معناها الحكومه تولي تخمم معناها كيفاش ترجعها ال 10%، فما بالك 50%. ولتفادي التاثيرات السلبيه لهذا التراجع في عدد السياح الايطاليين وانعكاساته الاقتصاديه على القطاع، انتظم بمدينه روما يوم ترويجي للسياحه التونسيه ببادره من سفاره تونس بروما والديوان الوطني للسياحه. حضره مجموعه من اهم متعهدي الرحلات الايطاليين الذين يسوقون للوجهه التونسيه. بعد أزمة 2012 وما خلفته من نتائج سلبية على الاقتصاد الإيطالي، لاحظنا في بداية 2013 ظهور نمو تدريجي في اتجاه سوق السياحة التونسية.
السياحة التونسية معناها عندها معناها البطلة نتاعها والانفراستركتور والاكسكورسيون اكسيتيرا قاعدة معناها عملية شوية سيكوريتي. اليوم الترويجي للسياحة التونسية في روما ومثل ما جاء في كلمة أغلب المتدخلين هدفه محاولة استعادة السائح الإيطالي إلى الوجهة التونسية بعد التراجع الكبير الذي سجل في العامين الماضيين، لكن أيضا هو لقاء لطمأنة الشركاء الإيطاليين على ضوء الأحداث الأمنية التي عاشتها تونس في الأيام الماضية. ملاحظوا انه ربما الصوره نتاع يوم الاحد معناها شافها العالم وقد تكون اثرت على نفسيتهم، ولكن كلهم سجلوا بكل ارتياح الوقفه الحازمه نتاع قوات الامن وكيفاش تونس ولات ماشيه في مشهد جديد. حمله ترويجيه للسياحه التونسيه في روما ستتبعها قريبا حملات ستشمل القنوات التلفزيونيه الايطاليه ومواقع الانترنت. حملات يأمل المهنيون أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل. بالقاسم بكر للقناة الوطنية الأولى روما. بدأت منظمة الدفاع عن المستهلك حملة تحسيسية من أجل الحفاظ على جودة المياه المعلبة، ستتواصل من أجل اتخاذ إجراءات تحمي المنتوج عند التوزيع. المنظمة أكدت أن الوقاية تبدأ بمقاطعة المستهلك للمياه المعدنية المعروضة في ظروف غير ملائمة. المياه المعدنية جزء كبير منها يعرض على قارعة الطريق، مشهد زاد بعد الثورة ويصل إلى مرحلة الظاهرة مع اقتراب فصل الصيف. مياه تعبأ في قوارير بلاستيكية تتأثر بالحرارة والرطوبة وأشعة الشمس، ما يمكن أن يؤثر على صحة المواطن. المواد البلاستيكية هي معناتها مواد إذا كان حرارة الشمس ترفع الحرارة الداخلية متاع الماء والبلاستيك هذاك، يتضح أن المواد البلاستيكية هذيك نجم تتحل في درجة مرتفعة ويخرج منها مواد يمشيوا في المياه، ونولي المياه هكية فيها مواد أخرى بلاستيكية اللي هي نجم تضر المواطن مش في الوقت الحاضر ولكن على المدى البعيد. منظمة الدفاع عن المستهلك أقامت ندوة حذرت فيها من مخاطر نقل وعرض المياه المعدنية في ظروف غير ملائمة وتحت أشعة الشمس على صحة المواطن. المشكلة الأساسية اليوم اللي عندنا شنو هو نقل المواد الغذائية في الطرقات تحت أشعة الشمس، وساعات توصل أكثر من 50 درجة، هذا يضر بالمياه. المشكلة الثانية هو العرض أنه نلقاه اليوم أنه كمية كبيرة ومهولة من القارورات نتاع المياه المعدنية معروضة تحت أشعة الشمس والمستهلك مازال يقبل عليها. راهي صحتك ما بين يديك، ما تشريش الماء اللي يبدا في الدبابز معروض للشمس وللغبابر وللسخانه، الماء كيما نبعدوه على السخانه كيف نبعدوه على التكنجيل، الماء تعرفوه يزيد في الفوليوم ويخربش تكون فيه مساسك، يخربشوا الدخلاني بتاع الدبوزه بتاع الماده البلاستيكيه اللي تولي فما تعطي مواد سامة. استهلاك التونسي من المياه المعدنية تجاوز المليار لتر في السنة، تقدم ثمنه المختصون، لكنهم حذروا من استهلاك المياه المعروضة على قارعة الطريق أو التي تعرض وعاؤها لأي ضرر. انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة دورة الثانية للجنة العليا بين الحكومة المؤقتة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة نوردين البحيري وهشام اللومي عن منظمة الأعراف. الاجتماع تناول عديد المسائل منها خصوصا التجارة الموازية التي تفاقمت كثيرا وأثرت على القطاعات الاقتصادية المهيكلة، وقد تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان مشتركة لمكافحة الظاهرة إضافة إلى معالجة النقل غير المنتظم للأشخاص. قررت النقابة الأساسية لشركة تجهيز الطيران بمنطقة المغيرة تأجيل الإضراب عن العمل المقرر ليومي 27 و28 من هذا الشهر إلى أيام 4 و5 من جوان القادم لإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور حول المسائل العالقة. ويعاني العمال من جملة من النقائص المهنية والاجتماعية. هي لحظة مؤازرة وتعاطف مع من طرد بطريقة وصفت بالتعسفية من شركة تجهيز الطيران بمنطقة المغيرة من ولاية بن عروس. تم طرد عدد كبير من العمل، هم 10 كمترسمين وحكاية 70 واحد اللي هم كونتراكتيير، معناها هذوكم فهم كونتراكتيير وما حبوش يعودوا لها. احنا عنا شكون اضطرت على سبب تافه وتافه جدا. 7 سنين خدمة حاليا متعرضة.
حسب ما يتضح من اللي قاعد تعمل فيه الإدارة اليوم هو الضرب وإجهاض الحق النقابي ونقابة خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المؤسسة. الاتحاد الجهوي للشغل بابن عروس استعرض في ندوة صحفية مكاسب نقابة الأساسية بهذه الشركة وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والتي تم التنكر لها والتنصل منها حسب ما تم ذكره. نقول اعملوا اللي تحبوا، انا باهي متجاوز القانون اللي عندكم اعملوه، وفي نفس الوقت يعني السلطات تصمت عن هذا الامر وما فمش مؤشرات لردع الناس هذوما، حتى عندنا اتفاقيات معاهم يعني تجاوزوها ورفضوا انه باش يطبقوه. مجموعة من المستثمرين الفرنسيس أنا أدعوهم إلى مراجعة نفسهم، أنا عندي إحساس أن عندهم حنين إلى الماضي، نقول لهم تونس مستقلة، تونس بعد خاصة 14 جانفي لا تقبل من يدوس كرامتها وكرامة أبنائها. محاولة اتصالنا بممثلين عن الشركة لإبداء رأيهم في الموضوع لم يؤتي أكله إذ تم الامتناع بأي تصريح. كلهم تحدث الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي مع وزير العمل والتأهيل الليبي محمد الفيتوري سوالاً بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي، وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال التكوين المهني والتأهيل في اختصاصات متنوعة، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين قطاعي التشغيل التونسي والليبي العمومي والخاص. وقد أعرب الوزير الليبي عن نيتهم الاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين المهني تماشيا مع طلبات سوق الشغل الليبي. ليبيا لديها اهتمام يعني بتأهيل كوادرها من العناصر الباحثة عن العمل لرفع كفاءتهم في وتدريبهم. فالحقيقة كانت هناك اتفاقية كما شرنا في السابق بين ليبيا وتونس، نريد تفعيل هذه الاتفاقية، نريد أن نستفيد من الخبرات والكفاءات في تونس في مجال التكوين المهني، في المجال الصحي، في المجال السياحي، في عديد من المجالات. بحضور نحو 200 مؤتمر من مختلف جهات الجمهورية انطلقت بعد ظهر اليوم ببورصة الشغل فعاليات المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل تحت شعار توحيد المعطلين من أجل دسترة حق الشغل وتجذير النضال الاجتماعي. تشير الإحصائيات إلى أن عدد العاطلين عن العمل في تونس هو في حدود 700 ألف شخص، من بينهم 40% من أصحاب الشهادات العليا. هذه الفئة التي تطالب بحقها في التشغيل تتحرك منذ شهر مايو 2000 ضمن منظمة اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وهي منظمة تعقد اليوم مؤتمرها الوطني التأسيسي تحت شعار توحيد المعطلين من أجل دسترة حق الشغل وتجذير النضال الاجتماعي. دسترة حق الشغل اللي هو اليوم معركة في الدستور ويحبوا يقصونا من المسألة هذه، حبوها تكون موجودة في الدستور، ثم تجذير النضال الاجتماعي، بمعنى تجذير النضال الاجتماعي عبر زوز ممارسات في تقديرنا مهمة، أولا هو قوة المقترح، ثم أيضا تجذير النضال الاجتماعي عن طريق الحراك. وفي افتتاح هذا المؤتمر انتقد الاتحاد تعاطي الحكومة مع ملف التشغيل. من المفروض يتوجه رأسا للنواة الصعبة اللي هي أعمارها بين 30 و 40 سنة، اللي هما أكثر نواة معناها تعرضت للتهميش من العهد السابق لليوم. المؤتمر سيناقش بالخصوص على امتداد 3 أيام اللائحة العامة للمنظمة واللائحة المطلبية بحضور مؤتمرين من مختلف الجهات. مطالب استعجالية في علاقة بالمعطلين، منحة البطالة، منحة بطاقات علاج مجاني. احنا نتمنى بالمؤتمر هذا باش يخرج حقيقة بقرارات جدية نضالية من شأنها باش تساهم وتدفع سواء حكومة هذه سواء الجاية باش يعني باش تكون عاطية حق المعطلين في كامل تراب الجمهورية. عندنا أمل كبيرة أن تكون صفوفنا مرصوصة أكثر، يكون الاتحاد معناها أكثر مثالية ويكون ممثل في الجهات الكل. كما سيشهد المؤتمر انتخاب مكتب وطني جديد للاتحاد الذي من أولوياته بعث مؤسسات تكون شريكا في المفاوضات مع سلطة الإشراف.
أكد وزير التربية سلم الأبيض في تصريح للأخبار أن الوزارة تحرص على أن يتم إجراء امتحانات البكالوريا لهذه السنة في أفضل الظروف عبر ضمان المزيد من الحماية الأمنية والتصدي للتسريبات. وبين سلم الأبيض أن الوزارة بصدد التفاوض مع النقابة العامة للتعليم الثانوي حتى لا يتم حجب الأعداد في امتحان البكالوريا أو الإضراب بيوم مثلما يتداول الآن، داعيا إلى الابتعاد عن التشكيك في سير التحضير للامتحانات. امتحانات وقع الإعداد لها هذه السنة بطريقة جيدة، وإلى حد الآن يعني جميع خطوات الامتحانات قد أنجزت، ولربما تم هناك 99% من المراكز الآن قابلة أن تجرى فيها امتحانات الآن وليس يوم معناها مع انطلاق امتحان البكالوريا في الموعد المحدد له. هناك إشارات الآن في وسائل الإعلام تتعلق بحجب الإعداد وعدم الإصلاح في البكالوريا أو والإضراب لمدة يوم أثناء الإصلاح. نحن نطمئن السادة الأولياء بأن الوزارة فاتحت التفاوض مع النقابة العامة للتعليم الثانوي، وإن شاء الله قريبا نجلس معهم وسنصل إلى حلول مع النقابة قبل إجراء قبل مواعيد الامتحانات. استمعت لجنة الشؤون التربوية إلى وزير الثقافة مهدي مبروك حول المصادقة على اتفاق بين تونس وتركيا بخصوص أحداث مراكز ثقافية وتسييرها وأنشطتها. إلى جانب ذلك تطرقت أسئلة النواب إلى عملية الدعم وانتشار ما سموه بثقافة العنف والتكفير والخوف وضعف ميزانية الوزارة والمهرجانات الصيفية التي قال عنها مهدي مبروك إنها تنتظم سنويا دون نص قانوني ولا كراس شروط ولا منظومة سلامة كغيرها من المؤسسات الثقافية التي تفتقر إلى نصوص قانونية، مثنيا على مشروع ترجمة موسوعة الإسلام التي تحصلت تونس على حقوق ترجمتها من قبل المختصين في المركز الوطني للترجمة رغم منافسة عدد من الدول. أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا حول ما يجري صلب مؤسسة الإذاعة التونسية، جاء فيه بالخصوص أنها تحمل رئاسة الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة تجاه ما يحدث بالمؤسسة، وطالبت هيئة الاتصال السمعي البصري بممارسة صلاحياتها وإعادة النظر في التعيينات التي تمت على أساس الولاء الإداري والسياسي، كما عبرت عن مساندتها التامة للوقفة الاحتجاجية التي قام بها الزميلات والزملاء احتجاجا على أساليب الإدارة. دوليا، وفي خطاب مطول ألقاه أمام جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، كشف باراك أوباما عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، كما جدد عزمه على إغلاق سجن غوانتانامو الحربي كليا. الانسحاب من بعض الأوجه المثيرة للجدل في المعركة العالمية ضد الإرهاب، تلك هي الخطوة الجديدة التي قام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضمن استراتيجية جديدة للتعامل مع الإرهاب. أولى فصولها كان إغلاق سجن غوانتانامو الحربي بكوبا وإعلان إطار جديد لاستخدام الطائرات دون طيار بتوقيع مذكرة تحدد الظروف التي يمكن لبلاده أن تستخدم تلك الطائرات. إن الأشخاص المستهدفين بهذه الضربات يجب أن يشكلوا خطرا وشيكا على الأمريكيين، ولا يمكن لهذه الضربات أن تحصل إلا إذا كان من الصعوبة بمكان اعتقال الشخص المشتبه به، كما أن هذه الضربات لا تنفذ إلا إذا وجدت صعوبة لاعتقال الشخص. وقبل شن أي ضربة يجب أن يكون لدينا شبه يقين أنه لن يقتل أو يصاب أي شخص. وبخصوص وعده الانتخابي القديم بغلق سجن غوانتانامو نهائيا والذي لم يتحقق بسبب اعتراض الكونغرس، أعلن أوباما أنه سيعين موفدا خاصا للإشراف على نقل السجناء من كوبا إلى اليمن، وأنه سيتم درس ملفاتهم واحد بواحد. كما دعا وزارة الدفاع إلى تحديد موقع داخل الأراضي الأمريكية يتم فيه إجراء المحاكمات العسكرية الاستثنائية للمعتقلين، وهو إجراء يأتي فيما لا يزال 103 من المعتقلين من أصل 166 مضربين عن الطعام قيد الاعتقال. باراك أوباما ورغم ما أبداه من نوايا كبيرة وجدية أكبر في القطع مع السياسة الأمريكية السابقة في التعاطي مع الملف الإرهابي، إلا أن خطابه قوطع مرارا من طرف نشطة في مجال حقوق الإنسان انتهى بها المطاف إلى طردها من القاعة.
في أخبار الرياضة، أعلن النادي الإفريقي عبر موقعه على شبكة الإنترنت إنهاء تعاقده بالتراضي بينه وبين مدرب أكابر كرة القدم فوزي البنزرتي بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وسيتولى مساعده فتحي العبيد الإشراف على الفريق في الجولتين المتبقيتين. اتصل الحكم المساعد حسين الحمروني برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وأمده بتسجيل صوتي ادعى من خلاله أن المدير التنفيذي بالنجم الساحلي حسين جنيح طلب منه مساعدة النجم الساحلي في المباراة التي جمعته أمس بالنادي الإفريقي بملعب سوسة ضمن الجولة الرابعة لمرحلة التتويج ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قررت الجامعة التونسية لكرة القدم إحالة ملف قضية التلاعب التي أثيرت على هامش مباراة الخميس بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي لحساب الجولة الرابعة من مرحلة التتويج على النيابة العمومية لتفتح تحقيقا في الأمر. الحكم على ما يبدو معنى هذا يأخذ تسجيل، سجل زميله، التسجيل قدمه اليوم للجامعة بصفة رسمية. التسجيل هذا احنا كجامعة باش نتواصلوا في نفس التمشي اللي مشينا فيه، احنا شنو اللي يحكم من الفيصل ما بيناتنا هي القوانين، كسوا القوانين الوطنية ولا اللوائح الدولية. القانون بالنسبة لنا هذه فما ولا ما فماش محاولة استمالة حكم، معناها الحس ما صرح به ما فماش مقابل، ما فماش مبلغ مالي وقع معناها عرضه، ولكن قانون عتعاون احنا بالنسبة لنا هذه مسألة يمكن ان تكون تمس بالميثاق الرياضي. وكان حسين الحمروني مساعد حكم مباراة النجم والإفريقي اعترف بوجود تسجيلا يورط مسؤولا من النجم حاول التأثير عليه لتسهيل مهمة فريقه للفوز بالمباراة، كما ورط الحمروني أطرافا أخرى من بينها الحكم الدولي المساعد البشير الحساني ومسؤولا في إدارة التحكيم محمد الغربي. ومعنا من سوسة عبر الهاتف المدير التنفيذي بالنجم الساحلي السيد حسين جنيح. سيد حسين مساء الخير. مساء الخير. إذن سيد حسين، ما صحة ادعاء الحكم المساعد حسين الحمروني؟ والله تفاجأت كيفكم معناتها بالقضية هذه اللي شهدت تطورات يوم معناتها الجمعة اللي هو اليوم. كل صراحة احنا لولانين في النجم الساحلي وشخصيا معناتها حبينا انه يصير فتح تحقيق مباشره في الموضوع هذا، لانه احنا معناتها سمعتنا طيبه ومعناتها منذ تاسيس النادي، واحنا معناتها ناس مسؤوله ونعرف شو ندير، وهذا معناتها شيء ماهوش جديد علينا. اذا انت تكذب هذا الادعاء سيد حسين؟ اني معناتها مش نكذب اكهو، لكن نحب نشوف الخيوط بتاع العمليه هذه ونتبع معناتها شنو اللي صار قد واكثر من تكذيب. اني معناتها قطعا في الـ في الـ في المساله هذه وفي غيرها من اي مساله اخرى، اذا نهار معناتها اصدر مني ولا من اي شخص معناتها معايا نعم. في الهيئه المديره اي تصرف معناتها نعم واضح بالروح الرياضيه. نعم واضح السيد حسين جنيح المدير التنفيذي بالنجم الساحلي، شكرا جزيلا لك. تمكن فريق اتحاد تطاوين من الصعود لبطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة مسجلا 14 فوزا وتعادل وحيد. قبل ثلاث جولات من نهاية بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بولاية مدنين حقق فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين صعوده إلى الرابطة الثالثة لكرة القدم تتويجا لمسيرة تضافرت فيها جهود اللاعبين والإطار الفني والهيئة المديرة. التتويج هذا جاء نتيجة ثمرة عمل الدب وشاق نهي كنا في الفنيين، مثلا كنت حدث فنيين فريق الأكابر معناه يشرف على تأطير أربع مدربين، مدرب أول مساعد ومعد بدني ومدرب حراس. عودة الاتحاد الرياضي بتطاوين إلى منافسات الرابطة الثالثة لكرة القدم ترافقت بتسجيل الفريق لأرقام مميزة طيلة الموسم إلى حد هذه الجولة بتحقيقه ل14 فوزا وتعادل وحيد ودون هزيمة. كانت كل الحلقات مترابطة مع بعضها، جمهور وهيئة مديرة متكاملة ومتناسقة وتعمل في تناغم. سجلت بالمناسبة 25 هدف ومازلنا معها ثلاثة ماتشوات ونحب نهدي الصعود هذا لأحباء التطاوين الكل
والناس اللي أشرفت على اتحاد التطاوين الكل. بصعوده إلى الرابطة الثالثة لكرة القدم تجددت طموحات الفريق، لكن إشكالات مادية كبيرة قد تحول دون ذلك في ظل غياب الدعم المادي من كل الأطراف. له طابعه الخاص تلحظه منذ الوهلة الأولى التي تلتقي فيها العين بلوحاته، تجسيم لا ينقصه سوى الروح البشرية حتى ينتقل من مجرد صورة إلى حياة. هو الرسام ميشيل جيلبرتي الذي قدم خلاصة أفكاره في هذه اللوحات. عندما يفتح الباب تطل من ورائه ملامح ووجوه تفيض ثرثرة، ولكنها تتمنع في الكشف عن أسرارها. الأصل هنا في هشاشة الروح التي يزيل عنها الفنان كثيرا من التعالي في معرض تشخيصي لملامح لوجوه. ليس المهم أن تكون جميلة، فالجمال عنده نسبي، ولكن المهم أن تكون محملة بالمعاني. لعل الأقرب إلى الرسام تلك التي تحيل على معجم التأمل والحيرة والاغتراب، هو يعتبرها مرآة للروح. لم أعرف نظرات أعمق من تلك التي يملكها التونسيون، هي منطلقي في الرسم. أعتبر نظراتي كاميرا تعكس الحالة النفسية، هي نظرات تحيلك على تلك الهشاشة الجميلة، ذلك الكبرياء الموجود في التونسي. تخترق ريشة الرسام في طريقها نحو التشخيصي تلك البهجة المصطنعة والسطحية لتنفذ إلى داخل الروح. لكل حكاية ولكل تفاصيل لا يغفل عنها الرسام في حالة البوح. الثابت أن كثيرا من الكبرياء والتعفف يوشح اللوحات، كبرياء شفاف يجعل من عملية فهم الشخصية التونسية تشكيليا على الأقل أمرا لا تنير دربه الأضواء. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدين الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. المجلس الوطني للأمن يدرس الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة، ووزير الدفاع لا يستبعد التمديد في حالة الطوارئ. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشكك في مضمون تقرير دائرة المحاسبات واستقلاليتها، والدائرة تعتبر قرارها مستقلا. تونس تسترجع من إسبانيا يخت على ملك بالحسن الطرابلسي، وتقديرات ببلوغ ثمنه بين 4 و5 مليون دولار. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.